بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي في مدارس الموهوبين في العراق. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الإندوكراين سيستم، أو ما يعرف بالإندوكراينولوجي اللي هو علم الغدد الصم. الإندوكراين سيستم يتكون من مركبين، أو يتكون من تركيبين اللي هي إندوكراين جلاند والهرمونات، أو الهرمونات التي تفرز عن طريق الغدد الصم. وظيفة هذا الجهاز الغدد الصم هو يفرز عندي الهرمونات في مجرى الدم. الهرمون كتعريف هو عبارة عن chemical messenger which targets a specific group of cells، يعني يستهدف مجموعة خاصة من الخلايا، أي بمعنى أنه لكل هرمون مجموعة خاصة أو خلايا خاصة به يستهدفها، لأجل أن يسبب لتلك المجموعة من الخلايا لكي تقوم بفعالية معينة أو توقف فعالية معينة، أو بمعنى آخر لتزيد من نشاط تلك الخلية أو لتقلل من نشاط تلك الخلية. إذن هذا هو عمل الهرمون كما سنلاحظ في المواضيع اللاحقة إن شاء الله. الإندوكراين ينقسم إلى نوعين حسب إفراز الهرمون، إما عن طريق يعني قنوات يعرف بالإكسوكراين جلاند، أو بدون قنوات في مجرى الدم مباشرة يعرف بالإندوكراين. الإكسوكراين مثال عليه الليفر والبنكرياس، تفرزها إلى هرمونات وإلى قنوات. أما بالنسبة للإندوكراين العديد من مثل البيتيوتري جلاند، هذه عبارة عن غدة صماء تفرز إفرازاته إلى الدم بدون قنوات. نعم، هذا المخطط يوضح عندي التارجت تيشيو أو التارجت سير الخلية، الهدف والهرمون الذي يفرز باتجاهه، أو بمعنى أنه كل هرمون يعمل على نوع خاص من النسيج يعرف بالنسيج الهدف. النسيج الهدف هذا أو الخلية الهدف إذا كان نسيج مجموعة من الخلايا، إذا كانت خلية واحدة فتمتلك هذه الخلية، إذا تعتبر خلية هدف تمتلك مستقبلات، أما إذا لم تمتلك مستقبلات تعرف بأنه أو نون تارجت سيل، الخلية غير مستهدفة. إذا الخلية المستهدفة يجب أن تمتلك مستقبلات لكي ترتبط مع الهرمون الذي يأتي عن طريق الدم. نعم، إذا هذا الشكل يوضح عندي التارجت سيل كونسيبت، مفهوم الخلية المستهدفة. لكل خلية مستهدفة هرمون خاص بها يرتبط معها بواسطة الريسبتورز المستقبلات، أي تقريبا نفس عمل الأنزيم. نعم، هيومان إندوكراين جلاند، هناك العديد من الغدد في جسم الإنسان من ضمنها البيتيوتري جلاند، الثايرويد، باراثايرويد، أدرينال، بنكرياس اللي هي عن طريق الأيسليت أوف لانجرهانز، وكذلك التستس أند أوفريس، الخصى والمبايض. نعم، إذا نأخذ واحدة من هذه الغدد الصماء، نأخذ البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية، تفرز يعني تقريبا 9 أنواع مختلفة من الهرمونات، وهذه تؤثر على العديد من العمليات أو الفعاليات في الجسم اللي هي من ضمنها الجروث، النمو، البلود بريشر، ضغط الدم، وكذلك تنظيم الحمل، بريست ميلك برودكشن، كذلك وظائف الغدد الجنسية أو الأعضاء الجنسية، وظائف الغدة الدرقية، وعملية الأيض في الجسم من ناحية الكاتابوليزم والأنابوليزم، وكذلك تنظيم الماء وتنظيم درجة الحرارة. نعم، وهذا قسم منه راح نتناوله في المواضيع اللاحقة إن شاء الله. إذا نجي على growth hormone، أو اختصر لكلمة أو يعني لحروف GH اللي هو growth hormone. growth hormone هذا يعني لديه بعض الاضطرابات من ناحية الزيادة أو نقصان. إذا كان هناك زيادة في إفراز growth hormone يسبب عندي ما يعرف بالعملقة أو داء العملق اللي هو جيانتزم، اللي يحدث في الأطفال، وكذلك الأكروميغالي اللي يحدث في الناضجين أو البالغين. نعم، اللي هو من أعراض يعني توسع في القدم وكذلك الأيدي وفي عظام الوجه. أما عندك إذا كان هناك نقصان أو أقل من المستوى الطبيعي بالنسبة لإفراز هرمون النمو سوف يؤدي إلى الدوارفزم إن تشايلدهود اللي هو التقزم في الطفولة. نعم، كيف يتحكم الإندوكراين سيستم يعني بالفعاليات في الجسم؟ مثل ما تعرفون احنا اخذنا الجهاز العصبي قلنا يتحكم، وكذلك عندك الإندوكراين سيستم. اذا الأجهزة التنسيقية المسؤولة عن تنظيم جميع فعاليات الجسم من ناحية الإفراز، من ناحية النشاط، من ناحية عدم النشاط، من ناحية الاستقرار الداخلي او الهوموستاسيس، ما يعرف الهوموستاسيس اللي هو الاستقرار الداخلي، هو عبارة عن تداخل أو الوظيفة المرتبطة ما بين الإندوكراين سيستم وكذلك النيرفو سيستم. الإندوكراين سيستم يعمل بمثابة معالجة، أي عندما تدخل
منبهات إلى جسم الإنسان أو أي شيء يدخل الجسم اللي هو يعرف بالإنبوت، هنالك ما يعرف بالبروسيس اللي هو المعالجة. المعالجة سوف تنطي إخراج، إذا عندك إدخال ومعالجة وكذلك إخراج. نعم، فهذه تتم عن طريق شنو؟ تتم عن طريق التغذية الراجعة والتغذية المسترجعة، فإما تكون بوزيتيف أو تكون نيجاتيف. نعم، هذا المخطط إن شاء الله راح نكمله في المواضيع اللاحقة إن شاء الله، ونعرف إيش نقصد بهذا المخطط. مثل ما قلنا، الإندوكراين سيستم تنظم بآليتين للتغذية الراجعة، إما تكون بوزيتيف أو تكون نيجاتيف. ما معنى بوزيتيف وما معنى نيجاتيف؟ هذا راح نتناوله إن شاء الله في الشرائح القادمة. هذا المخطط يوضح عندي البوزيتيف فيدباك ميكانيزم، يعني التغذية الراجعة الموجبة. ليش نحن نسميها هنا موجبة؟ هذا المثال يوضح لي هذه العملية. زين، ما معنى موجب ومعنى سالبة؟ الموجبة هي أن هناك إذا كان عندي حالة مثلا زيادة في عملية معينة، مثلا مثل هذا المخطط، فإذا كان عندي رأس الطفل اللي هو الهيد أو فيتوس يدفع باتجاه عنق الرحم، العملية هنا لا تؤدي إلى إفراز هرمون أو يعني يوقف هذه العملية أو يوقف عملية دفع الطفل باتجاه يعني عنق الرحم، إنما هو العملية تحتاج إلى زيادة وليس يعني إفراز هرمون مقابل له. فهذا نحن نسميه البوزيتيف فيدباك ميكانيزم، اللي تختلف عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. هناك عندما يكون عندي زيادة راح تؤدي بالمقابل إلى عملية نقصان، وإذا كان عندي نقصان سوف تؤدي إلى عملية زيادة. إذا بشكل مختصر، البوزيتيف هو ليست عملية توازن، إنما النيجاتيف فيدباك ميكانيزم هو عملية توازن للسوائل ولدرجة الحرارة في الجسم ولمستوى الجلوكوز كما سنلاحظها في المخططات اللاحقة إن شاء الله. هذا المخطط إذا نجي نحن نوضحه، أنه رأس الطفل يدفع باتجاه عنق الرحم، هاي العملية إيش راح تؤدي؟ لأنه هناك إشارات عصبية أو يعني إشارات كهربائية عن طريق عنق الرحم سوف تنقل إلى الدماغ. الدماغ إيش راح يعمل؟ راح يحفز الغدة النخامية على إفراز الأوكسيتوسين. هذا الأوكسيتوسين ما راح يوقف هذه التقلصات أو اندفاع الطفل أو الجنين باتجاه عنق الرحم، سوف يحمل إلى الدم وإلى الرحم، وسوف يحفز تقلصات الرحم ويزيد من تقلصاتها ويدفع بالجنين باتجاه عنق الرحم ويؤدي إلى عملية البيرث أو الولادة. إذن البوزيتيف فيدباك ميكانيزم يعني يساعد الطفل أو البيبي إميرج فروم ذا وومب، يعني بالخروج من الرحم وليس إيقافه. إذن هذه عملية أشني ليست عملية توازن، إنما عملية يعني زيادة للعملية أو تعزيز لعملية معينة. أما بالنسبة للنيجاتيف إذا نجي نحن نوضحها، فهذا من ضمن الأمثلة اللي هو تنظيم بلود بريشر أند فوليوم، يعني حجم وضغط الدم، اللي يتم عن طريق هرمونين أحدهما يعمل عكس الآخر. عندك هذا الهرمون اللي هو أتريال نتريوريتيك هرمون، هذا الهرمون اللي يكون مدر لأيونات الصوديوم. عندما تكون يعني أيونات الصوديوم جدا عالية، ضغط الدم وحجم الدم سوف يسبب للقلب لكي يفرز هذا الهرمون الذي يسبب للكلي أو الكدني بإخراج أيونات الصوديوم وكذلك كميات الماء، ويعود حجم الدم وضغط الدم إلى المستوى الطبيعي. أما عندما يكون مستويات أيونات الصوديوم تكون جدا واطئة، فضغط الدم إيش راح يكون؟ راح يكون أيضا جدا واطئ، فيسبب للكلية بإفراز الرنين أو ما يعرف بالأنجيو تنسين أو أنجيو تنسين، اللي هم هذول الهرمونين إيش راح يسببون؟ راح يسببون بالإفراز الألدستيرون. الألدستيرون هذا مين راح ينفرز؟ راح ينفرز من قشرة الكظر أو القشرة الغدة الكظر الأدرينال كورتكس، اللي راح تفرز لي الألدستيرون. الألدستيرون يسبب الكلية لكي تعيد امتصاص أيونات الصوديوم وكذلك الجزيئات الماء، ويعود حجم الدم إلى المستوى الطبيعي. إذا ضغط الدم وحجم الدم يعني يتوازن أو يعود إلى مستوى طبيعي من ناحية إذا كان جدا عالي أو إذا كان جدا واطئ، عن طريق التداخل ما بين الهرمونات اللي هو الرنين وكذلك الـ ANH وكذلك عندك الألدستيرون. نعم، مخطط آخر أيضا اللي هو Regulation of Blood Glucose Level، هذا يأتي من التداخل أو التأثير المتضاد أو الأنتاغونيستيك إيفكت لمن للأنسولين وكذلك للجلوكاجون. فعندما يكون مستوى الجلوكوز يكون جدا جدا عالي، سوف يؤدي إلى أشني؟ إلى أنه مستوى الجلوكوز في الدم أقصد يعني يكون جدا عالي،
يؤدي إلى تحفيز البنكرياس عن طريق الجهاز العصبي لكي يفرز الأنسولين. الأنسولين راح يؤدي إلى تحويل الجلوكوز إلى جلايكوجين، ويعود مستوى السكر في الدم إلى المستوى الطبيعي. أما عندما يكون مستوى السكر جدا واطئ، فيؤدي إلى إفراز عن طريق الجهاز العصبي أو تنبيه البنكرياس على إفراز الجلوكاجون. الجلوكاجون راح يحلل الجلايكوجين سكر متعدد إلى سكر وسيط اللي هو الجلوكوز، فيعود أيضا مستوى السكر في الجسم إلى الحالة الطبيعية. إذا هذا نحن اللي مثال على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، وكذلك المثال اللي قبله اللي هو حجم وضغط الدم مثال أيضا على النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. آخر مثال اللي هو تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم اللي هو بلود كالسيوم ليفر. أيضا عندما يكون مستوى الكالسيوم يكون جدا عالي، راح يؤدي إلى تنبيه الثايرويد جلاند عن طريق الهايبوثالاموس بإفراز الكالسيتونين. هذا الكالسيتونين إيش راح يسوي عندي؟ راح يحفز التقاط أيونات الكالسيوم بواسطة العظام، ولذلك يعود مستوى الكالسيوم في الدم إلى المستوى الطبيعي. أما عندما يكون مستوى الكالسيوم يكون جدا واطئ أو واطئ يعني نوعا ما، يؤدي إلى تنبيه الباراثايرويد جلاند على تحرير الباراثايرويد هرمون. إذا عندي تداخل ما بين الكالسيتونين هذا اللي يعدل المستوى يعني كالسيوم الدم يعني اللي عندما يكون عالي، والباراثايرويد هرمون هذا يسبب لي العظام لكي تحرر أيونات الكالسيوم إلى وتعيد، وكذلك الكلى لكي تعيد امتصاص وتنشيط فيتامين دي، ولذلك سوف يعود مستوى الكالسيوم في الدم إلى الحالة الطبيعية. إذا بواسطة الـ PTH اللي هو باراثايرويد هرمون وبواسطة الكالسيتونين يعود مستوى الكالسيوم بلود إلى المستوى الطبيعي. إذا عندك ثلاثة مخططات توضح عندك النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ومخطط واحد يوضح البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو، انتظرونا في محاضرات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.